ده هدف المصري الاول. راح يجيبها من بره. ايهاب المصري بيحرز هدف التقدم للمصري في استاد الاسكندريه. ثم عاد الاتحاد السكندري النتيجه بهدف كورتين بالدماغ من الطرف محمد الشمال. المرسي لاعب المنصوره والزمالك السابق. نتيجه 1-1 وهي ما زالت على حالها حتى الدقيقه 12 من عمر الشوط الثاني من المباراه التي تقام في الاسكندريه والتي تمثل في الحقيقه يعني دفع يبحث عن هدف قبل النهايه ب10 دقائق. يا في وقت قاتل هل يا ترى سيكون القدر رحيم بجمهور الاتحاد ولاعب الاتحاد ورحيم بمحمد عامر وبمحمود شاكر؟ مهمه صعبه، اختبار صعب. لو سالت شاكر لا والله لا والله، ده يوسف عبد الرحيم. يوسف هو من سيتقمص شخصية السوبر مان، هو من سيتقمص شخصية الماتادور، هو من يبحث عن هدف إسعاد الجمهور. هدف جول، الهدف الثاني. جول 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 جول، هدف ثاني من خلال ركلة جزاء بمعلمة بحرفنة بمهارة. يا سلام على برود أعصابك، برود اعصابك، برود الاعصاب. بتلعب دور يا جماعه، بتلعب دور في استعاده الجمهور في هدف من البلور في الوقت المسحور. مش ممكن، هنا تغرد الطيور، هنا يسعد الجمهور اللاعب يوسف عبد الرحيم في الدقيقه 35 من خلال ضرب الجزاء ليعود الاتحاد ولتفرح الجماهير، جماهير زعيم الثوره. كما نتابع، لاحظ معي في الاعاده أمير اتجه ناحية اليسار، ودائما حراس المرمى يتجهون ناحية اليسار، فهي الزاوية الأسهل، هو المكان الأنسب للتصدي لتشتعل المدرجات. كريم فتح الله لأضع هدف ثالث أكيد، لو بوش رجله الخارجي من القدم اليمنى تكتبها هدف ثالث، الثالث طبيعي، تصويبة ثالث، الثالث أخير. الحدوتة، الحدوتة انتهت مع فرحة، مع آهات، مع آهات المحافظ عصام سالم. خلاص خلاص، الراجل ده كسر كل الكراسي وكسر كل السلالم مع فرحة عصام سالم. إنه المرسي يا جماعة، مكسب كبير. محمد المرسي، المرسي، المرسي يسعد أبناء المرسي أبو العباس بأغلى ثلاث نقاط وتشابه قيمة الماس. يا للروعة، المرسي يترجم الكرة حائرة بين الأقدام. الاتحاد يبحث عن اتساع الفارق، عن تعزيز الهدف الثاني بالثالث. الكرة تجلي على قدم بلال ولكن عادت من شاكر، ودائما شاكر ما يعطي الهدايا إلى اللاعب محمد المرسي على طول يترجمها وسط غياب دفاعي.